عشان تعشي قدام بيجي وح مقالات مقدسه أكسر الشراء يسوق مادن مدحون ياشه وتتم أيه شجدة مدحت النمو سنة كلا بده كون لباتن لبده كون يكوب لباتن لفيل أيو إني كر عدو سوماليا مشرحين تن بيجي وعنا كل ما قوني قوني أهل لقادنا ين قيبها كلا دوان أي بلشدو ككوب انتهاي الشير كان أيام ما أنت لجوسه قب قبيجي مقالات مقدسه وحنا لجوسه صاري قطبو وعنا هالكاسي ورباهين توقع آخرييي أفايين كان ميدوغا مشارحين تا إيجوغو كهال لينا وحاولي محوة هالله أدخل يلغاتكو يلغاتان وقد أصوى مهي مقالات المقدشو بتل تثيرا لقب إلاو بيشوكو يلغاتان كيدي إلا نتا يلغاتك نوفمبر شركة وضتشيغا مشارحين تا فلاحتين مدى الدلكة وعيكسو قيد قلين مشارحين تا كالعا شريف شيخ أحمد حسن شيخ حمود حسن علي خيره شيخ حسن شيخ آدم عبد الكريم حسين بوليد عبد القادر عصر الله علي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمان داهر محمود قيلة مصطفى شيخ علي بحلو محمد عبد الرحمن علي سيرين بروفيسور محمد عبد الجاندي دكتور عبد الناصر عبد الله محمد حسين عبد الحرانه إيو رضوان حسن محمد وكقب صغير بتير كثير سيدي حدا عن حسين للمعلومات أيو شركة السعودية للمعمل معلومات أيو شركة السعودية قلوه وحكرا موضة تشي يحبو رئيسي وكل سابسان حالات الضلق ومرا يقول لي شيء قود أهان قيبها كالدوان برشدة سيدة كان عصدتها وضياشة دقانك ورغضة برشدة ريدك علمات حوانك برميارة إيو 40 تقضى حبانان وحكا لو قلوه قرمو فالكفور وقه iyo qofka telefoonka ah iyo sidoo kale aaladda fogaan aragga ee suunka loo yaqaan oo la yeeshay gudoonka labada aqal baarlamaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo meesha caalamka gabagabadeena waxaa shirkani soo xiray Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya hanaanka doorashooyinka dalka labakun labatan yukub iyo sida ay uga waayatay dawladda dhexe sidii la rabay inay u hoggaamiso taas oo ay u arkeen murashaxiintu in haddii aan loo istaagin in la saxo dariiqaas qaloocday dalka ay geli karto xasilooni la'aan siyaasadeed iyo waxa aan la garan karaynin meesha ay ku dambayn doonaan si aan taas u dhicin murashaxiintu xilligii la soo dhaafay waxay aad iyo aad uga hadlayeen tilaabooyinka habboon ee ay tahay in la qaado iyadoo laga faa'iideysanayo khibradii soo martay murashaxiinta ee dadka Soomaalida dhammaantood iyo doorashooyinka soo dhacay laga soo bilaabo lixdankii ilaa hadda taasoo ay u caddaatay mar walba oo dhacboob macaanku yidhaahdaa doorasho natiijadu inay tahay natiijo inay haadista natiijo aan fiicnayn حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي مقدشو